منحت من دخول بريطانيا بسبب رابعه؟ كنتوا عرفتها ازاي دي؟ الحقيقه هما بلدين، بريطانيا وجنوب افريقيا، اثناء اعتصام رابعه في حوار تلفزيوني قلت انا مش فاهم ازاي مش قادرين نحاصر المعتصمين ونمنع وصول الاكل والشرب اليهم. فترفعت عليا قضيه في لندن، انني كنت بشجع على سميها اللي عاوز تسميها يعني تجويع المعتصمين. نفس الحكايه بقى مؤتمر كنا مجتمعين في شرم الشيخ، وكان المفروض نسافر بعدها على طول جنوب افريقيا، والرئيس كان المفروض يسافر، وبلغنا ان مفيش سفريه ولا سعاده الرئيس ولا سعادتك في جنوب افريقيا، لانه برضه كان في جمعيات او اخوان حسن البنا رافعين قضيه وفي حكم لجنوب افريقيا.